بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بعد اليوم الجميل دوت والكلام الجميل اللي احنا سمعناه، مش عارف اقول الكلام ده ولا اقول الكلمه اللي في نفسي. هقول الاثنين، يعني هقول الاثنين، اسمحوا لي. اللي في نفسي، طيب هقول اللي في نفسي وهقول الكلام ده برضه عشان ما حدش الناس اللي كتبته ما تزعلش. صحيح. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، وكل سنه وانتم طيبين جميعا. بمناسبه اليوم ده وبمناسبه شهر رمضان الكريم، كل سنه وانتم طيبين ومصر والعالم كله بخير وسلام. والحقيقه هاخد من الكلام اللي يعني كان احمد رأفت مع الناس الطيبين اللي هم اهلنا اللي في الشارع واللي قابلهم واتكلم معاهم، وحابب بس بكلمه كده واحده الاول ابدا بيها، اللي هو قال ايه، هي الست المصريه يعني صعبه شويه ولا حاجه؟ لا 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 لا، انا بتكلم صحيح. هو الفكره كلها ان الست انسانه رقيقه وحساسه جدا، واحنا كرجاله ما بناخدش بالنا من الحاجات دي. صحيح صحيح. بالمناسبه هو ربنا خلقها كده، هو خلقها كده ربنا سبحانه وتعالى، واحنا لو فهمنا ده، احنا كلنا فهمنا ده. انا بتكلم على مش عليكم انتم، علينا احنا، يعني على الرجاله، يعني الرجاله يعني. يعني فاقصد اقول هم لو فهموا كويس ان هي يخلي باله من كلمته ومن تصرفه في اي مرحله عمريه، يعني من وهو صغير لغايه لما يكبر في اي وقت، يعني لو خد باله من النقطه ديت وانتبه بيها واتعامل في الشغل كده مع زميلته، في البيت كده مع اهل بيته، سواء كان زوجته او بنته او اخته، لو خد باله يعني وانتبه للنقطه ديت، مش هيحصل رد الفعل اللي ممكن احيانا بيبقى هو مش متوقعه. يعني ما هو مش متوقعه بقى، ما هو مش عارف هو بيعمل ايه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا للحكايه ديت لكم كل الناس، يعني هو رسول الله سبحانه وتعالى كريم، وبعدين يعني من غير ما اخش في تفاصيل مين الاسم السيده ومين اللي بعتت الهديه او الاكل يعني، لكن الخلاصه كلها ان هو لما لقى رد الفعل من زوجته في البيت صلى الله عليه وسلم وقدام اصحابه، وانتبهوا كلكم مش للستات انا بتكلم، انتبهوا انا بتكلم على الرجاله، يعني ما انت قلت الكلام اللي في نفسك بقى، فانا هتكلم اللي في نفسي. فلما حصلت راحت يعني ستنا راحت ضربه الوعاء اللي فيه الاكل، وقع اتكسر قدام الصحابه، وحتى جه على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. طب هو قال ايه؟ انا متصور ان اي حد مننا، وطبعا احنا ما نجيش حاجه خالص يعني، كان ممكن يبقى رد فعله، لكن هو قال كلمة جميلة جدا نتعلم منها، الكلمة اللي أنا في بدايتها، قال إيه؟ غارت أمكم. غارت أمكم. يعني بيقول للصحابة والناس المشاهدة، الرد اللي أنتوا شفتوه ده والتعامل اللي ممكن تكونوا مش حاسين إنه فج جدا، قال لهم غارت أمكم، يعني ده رد فعل لغيرتها، يبقى مقبول. لو الزوج بقى عارف كده و في فرح ولا في مناسبة ولا في الشغل ولا في أي حاجة، يطبطب عليه ويخلي باله، يعني يخلي باله كده، ولما يحصل حاجة يعني يطول باله، يعني ياخدهم في جنبه ويسكت يعني كده. فهو الفكرة دي نقطة مهمة جدا، إن إحنا وده مسؤولية البيت، يعني ما انا بكلم معاكم كأهلي بقى، ويوم جميل زي ده
كأسرة بنتكلم، لو احنا كلنا خدنا بالنا في بناء الإنسان الولد أو البنت وفهمناه كويس ووعيناه كويس من هو صغير لغاية لما يكبر أو تكبر، النقطة دي هتبقى أو النقاط دي هتبقى يعني هتبقى محل اعتبار في التعامل بيننا وبين بعضنا. مش هنشوف تنمر، مش هنشوف في الشارع يعني حاجة مش لطيفة، مش عايز أقول التعبير تحرش ولا كلام منها، مش هنشوف ده ومش هنشوف حاجات تانية كتير. إذن يعني الموضوع أو اللي احنا بنقابله في حياتنا كلنا في مجتمعنا كله مبني كله على كتاف الست، كتاف الست. وفي ناس كتير يقولوا يعني انت يعني سبب الرحمة اللي عندك، وهم بيقولوا حاجة تانية، مش بيقولوا رحمة بس، بيقولوا الحنية يعني. صحيح. فأنا بقول لهم البيت اللي أنا عشت فيه كان كده، كانت أمي كده. صحيح. فأقصد أقول الدور كبير قوي قوي للأم يعني، وللأخت وللبنت يمكن كمان، مهم قوي قوي في المجتمع اللي احنا موجودين فيه. فصحيح. فاللي أنا عايز أقوله بس عشان ما أطولش عليكم زيادة عن اللزوم، أطول؟ حاضر حاضر. فأقصد هو ده. في بعض الناس تعتقد ان احنا، انا شخصيا منحاز، وانا عايز اقول لكم وقلت الكلمه دي قبل كده وباكدها تاني، والله انا مش منحاز، انا بحاول اظبط الكفه بس، بحاول انا بكلم بصدق. اسمعوا، مش كده كان بيكلموا في الفيلم عن مثلا يعني الميراث وان يبقى ما حدش عايز يديه؟ طب ما هو ده العداله كده يعني، العداله اللي ربنا قال عليها كده، إن حد يقول لا أنا مش حدي البنت أو شوية بعد، لا طب حاجات تانية كتير إحنا بنعملها كلنا. هو النهاردة لما بيحصل خلاف مين المسؤول قوي في البيت؟ وحتى لما يحصل الخلاف ويبقى الأمور تخرج عن السيطرة، مين اللي بيشيل؟ الست اللي بتشيل. وكل الكلام اللي جه في هنا واللي كلنا عشنا في بيوتنا وشفنا جيراننا وأهالينا وكل اللي احنا شفناهم في حياتنا في مسيرتنا يعني، شفنا ان دايما الست هي المسؤوله والراجل بيخرج يعني. وده مش معناه ان انا ضد الراجل يعني، لا انا بحاول اكون ونحاول نكون، مش انا بس، انا واحنا كلنا نبقى منصفين حقيقه مع الدور اللي بتقوم بيه الست وفي مصر بالذات.